الإخوان السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع محمد البوداني. قضية الطالب المغربي إبراهيم سعدون كتعرف تطورات خطيرة جدا، وهذه الأخبار ماشي في الصالح ديالو، وكيبان بأن المشكل ديالو غادي يكون عويص بزاف، وربما في جمهورية دونتيسك تقدر تنفذ فيه حكم الإعدام. ماشي بعيد، كل شيء ممكن، خصوصا من بعد المؤشرات اللي بانت اليوم. ومن المعلوم بأنه صباح اليوم خرج خبر كيقول بأن رئيس هذه الجمهورية غير المعترف بها من طرف الأمم المتحدة، ما غاديش يعفي على هاد الناس، يعني الجندي المغربي أو الطالب المغربي والمقاتلين الآخرين اللي كينتميو الجنسية بريطانية واللي تشدوا معاه في هاد القضية. كيقول بأنه ما غاديش يعفو عليهم، وأمامهم حل واحد وهو متابعة المرحلة الاستئنافية ديال الحكم. وهنا كيبان ليا بأن الحكم كيف قلت لكم في حلقة سابقة غادي يكون جاهز، وما كاينش يوم يرحميني الحرب هذه ميضة، ومن المستحيل جدا يتعاملوا مع هاد الناس الثلاثة بمن فيهم الطالب المغربي بشيء من الرحمة أو بالشفقة. قبل قليل فقط كيخرج مسؤول دبلوماسي بالسفارة ديال المملكة المغربية في أوكرانيا بتصريح صحفي الجريدة إلكترونية مغربية، وكيقول بأن المغرب ما عنده ما يدير لهذا السيد، بحكم أن الجهة اللي شداته هي القوات الانفصالية بإقليم دونيتسك أو دونتيسك أو الله ما عرفت كيفاش كتنطق. وكيقول بأنه تشد وهو لابس الزي العسكري ديال الجيش الأوكراني باعتباره عضو في الوحدة ديال البحرية الأوكرانية، يعني لامارين دير. إذن من خلال تصريح ديال الدبلوماسي المغربي كيبان بأن القضية كيف قلت عويصة عند هاد السيد، ومن الصعب بزاف على المغرب باش يتدخل، خصوصا وأن المملكة المغربية ما كتعترفش نهائيا بهذه الجمهورية الانفصالية كيف ما كتعترفش بها المنظمة ديال الأمم المتحدة. المصدر الدبلوماسي كيقول أيضا بأن المعني بالأمر يعني إبراهيم سعدون، ومن خلال التصريحات ديالو اللي بانت أمام وسائل الإعلام سواء الروسية أو غيرها كيعترف فيها بمحض الإرادة ديالو، يعني بكل طلاقة وبهدوء بأنه فعلا مقاتل وكيحمل الجنسية الأوكرانية، وكان كيتخلص $1000 كل شهر مقابل القتال في الصفوف الأمامية. يعني التصريحات ديالو كتزيد تورطوا أكثر فأكثر، وكتخلي الملف ديالو يكون معقد بزاف. المصدر الدبلوماسي دائما كيقول بأن المعني بالأمر تم الاعتقال ديالو من طرف هيئة أو جهة غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة وكذلك المملكة المغربية. إذن فهذا السيد ليس أمامه إلا الطعن في الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ولو أنني شخصيا كنشوف بأن هذا الشيء ما غاديش ينفعوا نهائيا ما داموا حكموا عليهم ابتدائيا بالإعدام، فالحكم حتى هو في الاستئناف غادي يكون هو الإعدام، يعني التثبيت ديالو. كتبقى مسألة التنفيذ، وكنتمناو صادقين من هذا المنبر باش يكون شي حل ولو بتدخل القوى العظمى الدولية، خصوصا وأن الولايات المتحدة الأمريكية هضرات على هذا الموضوع واستنكرات حكم الإعدام في حق هاد الناس. لكن الطاهر سعدون الأب ديال إبراهيم سعدون كينفي التهمة ديال المشاركة ديال ولده في القتال كمرتزق، وكيقول بأن ولده حامل للجنسية الأوكرانية وماشي مرتزق، يعني بحال بغى يقول له بأن الإبن ديالي كينتمي إلى جيش نظامي، يعني كيقاتل في إطار القانون ديال ديك الدولة اللي كيحمل الجنسية ديالها يعني أوكرانيا، وماشي مرتزق مقابل مبالغ مالية. لكن أخوتي الشيء اللي تارني أكثر في هذه القضية هو الابتسامة الدائمة على وجه الطالب المغربي إبراهيم سعدون، دائما تيكون ناشط في جميع الفيديوهات اللي بان فيهم، كان دائما مبتسم وكيهضر بارتياح وبشكل عادي جدا، وكيبين بأنه ما تعرض حتى لشي ضغوط باش يقدم الاعترافات ديالو. حتى هاد الصورة اللي كتشوفوا الآن على اليمين ديال الشاشة كيبان فيها جندي من الجمهورية الانفصالية شادو من الكتف ديالو وغادي صايقو، وبمجرد ما الطالب المغربي أو المقاتل المغربي لا فرق الآن، الرؤية غير واضحة، خارج هو كيبتسم وكيقوم بحركات في غاية الغرابة من بعد ما شاف الكاميرات ديال الصحفيين كتراقبوا. والد سعدون كيقول بأن ولده البالغ من العمر 21 عام عنده الجنسية الأوكرانية من سنة 2020 بحكم أنها كانت ضرورية ماشي للقتال ولكن باش يكمل الدراسة ديالو في كلية علم ديناميكا وتكنولوجيا علم الفضاء، وكيقول أيضا بأنه كانت عنده ملحة باش يكمل الدراسة ديالو تما، وقبل الاعتقال ديالو كان في السنة الثالثة، وكيلح الأب ديال الطالب المغربي على أن ولده كان طالبا نجيبا ونابغة يجب على المغرب أن يفتخر به. الطاهر سعدون يعني أب هاد الشاب كيقول بأن ولده كيتكلم بالروسية أو الروسية بكل طلاقة بكل المستويات ديالها أكثر من اللغة الأوكرانية، وأيضا كان كيترجم المرافقين ديالو، وبأن ولده خرج كمدني يعني مترجم إلى جانب أشخاص آخرين ليقوم بالترجمة فقط لمستواه الجيد في الروسية، كما أنه أجبر على البقاء في دونباس، وعندما تم القبض عليه قدم نفسه كمدني
وكيأكد بأن ولده كيتعتبر أسير حرب وماشي مرتزق كيف كتقول الرواية ديال روسيا. ولكن بالنسبة المجموعة من الناس كيتسألوا إلا كان هاد السيد مجرد شخص مدني وما عندوش علاقة بالجيش، علاش كان لابس الزي العسكري؟ وعلاش الفيسبوك ديالو عامر بواحد المجموعة من الصور اللي كتبينه وهو يرتدي أزياء عسكرية مختلفة، ما يعني أنه فعلا كان مجندا إلى جانب الجيش الأوكراني. وكيف قلت لكم قبل قليل، فزعيم منطقة دونيتسك الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا قال البارح بأنه ما غاديش يعدل العقوبة ديال الإعدام الصادرة في حق البريطانيين والمغربي بتهمة القتال مع الجيش الأوكراني، وقال بأن عقوبة الإعدام اللي صدرت في حقهم من طرف المحكمة هي عقوبة عادلة. دينيس بوشيرين، وهذا هو زعيم منطقة دونيتسك الانفصالية اللي المحكمة ديالها صدرت حكم الإعدام، قال في تصريح للصحفيين: هاد الناس جاوا لأوكرانيا باش يقتلوا المدنيين من أجل المال، ولهذا السبب ما كاين حتى شي شرط باش نخفف أو نعدل لهم الحكم. يعني تيقول لهم ما كاينش التخفيف وما كاينش التغيير ديال هذا الحكم، الإعدام هو اللي غادي يبقى. وهذا التصريح في نظري هو في حد ذاته تأثير على المحكمة الاستئنافية في المرحلة المقبلة. فالمحكمة إلى شافت رئيس الجمهورية الانفصالية كيصرح بهذا الكلام، واش غادي يتغير الحكم؟ لا وألف لا. الأمل الوحيد اللي باقي الآن هو حصول معجزة كيف قلت لكم في حلقة سابقة، وإن لم تحدث المعجزة فلا شك أن الحكم سينفذ. بوشيلين كيقول أيضا بأن المحكمة ديال بلاده أي الجمهورية الانفصالية صدرت عقوبة عادلة تماما، وعلى المقاتلين الثلاثة أن يتحملوا مسؤوليتهم. وكيقول بأن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ما مقلقش نهائيا على المصير ديال المواطنين ديال، وما قام بحتى شي اتصال مع السلطات الانفصالية باش يرغب عليهم أو يحاول يتوسط لهم في شي حل من الحلول. وكيف كتشوفوا الآن، فهذه واحدة من الصور اللي منشورة في الفيسبوك ديال الطالب المغربي إبراهيم سعدون، واللي كتبين بأنه كيرتدي أزياء عسكرية وكيف تاخر بالافعال ديالو، وهذا الشيء اللي خلى العديد من المغاربه يتسائلوا اش داك ولدي لشي حرب ما عندك فيها لا ناقه ولا جمل. احنا الحرب الوحيده اللي كنعرفوا هي الحرب ضد البوليزاريو والجمهوريه الانفصاليه، اما شي حاجه اخرى من غيرها فالمغاربه ما عندهم حتى شي دخل بها. المهم اخوتي، ما تنساوش تعبروا عن الاراء ديالكم من هذه القضيه المثيره جدا، وتخليوا التعليقات ديالكم اسفل في ركن التعليقات باش تعم الفائده ونعمق النقاش حول الملف ديال هذا المواطن المغربي واللي كيبقى مواطن مغربي، ولهذا السبب بالذات كيتضامنوا معاه بعض المغاربه كيقولوا بان ما كيهمناش شنو كان كيدير، فقط انه مواطن مغربي ولهذا السبب كنضامنوا معاه، في حين ان اخرين كيقولوا لي خاصك تحمل المسؤوليه الكامله ديالك ما دمتي انك مشيتي كتقاتل الى جانب جيش دوله اخرى ما عندنا حتى شي علاقه بها. تحياتي لكم جميعا والى خبر اخر باذن المولى عز وجل.